ما نحن فيه من هذا التدهور في الاقتصاد ومن هذا الفقر الذي أصيب به أقوام إلى غير ذلك من أعظم أسباب ذلك بعد إرادة الله سبحانه وتعالى الربا الذي وقعت فيه البلاد واستباحوه واستجازوه بلا وجل ولا خوف من الله سبحانه وتعالى شعوبا وقبائل شعوبا وحكاما ومحكومين رؤساء ومرؤوسين وقعوا في الربا دون اكتراث فيحل بالبلاد وبالعباد ما لم يعهدوه من قبل من انخفاض عملة بلادهم ومن تدهور الاقتصاد حالات الفقر التي تعتري الكثيرين حالات الفصل من العمل لرجال قاربوا 50 أو 60 من أعمارهم وإذا بهم يفصلوا من أعمالهم وصاحب العمل هو الآخر المرابي أعماله تدمر فيطرد العمالة ويستدين ويصاب بالفقر ما أسباب ذلك بعد تقدير الله سبحانه سبب ذلك واضح وجلي وهو الربا الذي وقع فيه الناس قال تعالى يمحق الله الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات وانظروا إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله اعلموا أن الله يحاربكم ورسوله صلى الله عليه وسلم يحاربكم ما صورة الحرب ما بينت قد تحارب في الدنيا فيدمر اقتصادك ويخرب بيتك وتدمر دولتك قد يكون العقاب بتسليط دولة على دولة تدمرها قد يكون العقاب بتمرد شعب على حكومته قد يكون العقاب بتسلط أمراض تفتك بالمرابين وقد تتنوع صور الابتلاءات وصور العقاب من الله ولكن العقاب كائن إلا إذا تغمدنا الله برحمته لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولم يعلن الربا على مسلم مرتكب لجريمة في الكتاب العزيز مثل ما أعلن على المرابين فإن لم تأذنوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله اعلموا أن الله يحاربكم وأن رسوله يحاربكم الله يحارب شخصا ما مصير هذا الشخص الذي يحاربه ربه ما مصير هذا الشخص الذي يحاربه ربه هل ستهزم ربك كلا سبحان الله وتعالى عن ظن سوء بالله أنك ستغالب ربك ستهزم حتما وفي الأثر يقال للمرابي يوم القيامة احمل سيفك والبس درعك فإنك ستحارب قل أحارب من يقال ستحارب الله ورسوله فأنى لك بهذا كيف ومن أي وجه ستستطيع حرب الله ورسوله لا في الدنيا تستطيع ولا في الآخرة تستطيع أن تحارب الله ورسوله إن الله قال وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين إن